قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، ما سبب هذا التفرق والتفريق في الدين؟ هو البدع والخروج عن منهج الله عز وجل. فلو قال قائل: ما الدليل على أن البدع منبوذة؟ فيقال: الدليل دليلان، دليل الشرع والأدلة في ذلك كثيرة، منها ما أسلفنا ذكره، والدليل الثاني الفطرة